السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ربنا يحفظكم ويحفظكم جميعا. النهاردة ان شاء الله هعمل مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة كده وسريعة ولذيذة جدا. يلا بينا نشوف عملتها ازاي وطعمها حلو قوي 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 جدا. يلا بينا. اول حاجة بحط الجريل، الصينية، الطاسة، اي حاجة يعني على النار. انا مش هحط اي مواد دهنيه، وهحط اللحمه. هعصر اللحمه هنا من غير اي مواد دهنيه، ربما يكون فيها دهون بسيطه يعني، هي فيها دهون بس ايه مش قوي يعني. شوف ابتدى لونها يتغير اهو. هفضل اعمل كده لحد ما تشوح معايا خالص. لونها كله اتغير اهو خالص. هنزل بالبصل وممكن تحط كمان فلفل، وممكن تزودي البصل لو حابه. وهجيب بعد كده هحط بقى ايه، كيس البهارات. كيس البهارات اللي انا جايباه دوت اللي هو فيه ملح، مش هحط ملح هنا. هنا انا حطيت كيس البهارات، البهارات ده فيه ملح. لو انت عندك بهارات انت عاملاها حطي ملح. وهنزل بالفلفل الاسود وهفضل اقلب فيه بقى كده لحد ما يتشوح خالص خالص وتتعصج معايا اللحمه. البهارات مخليه ريحتها حلوه قوي فايحه. كده اهو خلصت كده تعصيج اللحمه المفرومه. شوحت خالص خالص خالص، اديتها اقلبها لحد ما ايه ما تتشوح خالص خالص وتقدر ان هي تستوي تمام. هشيلها بقى واحط مكانها حله تانيه علشان اسلق فيها المكرونه. بحط شوية الملح واستنى لما تغلي عشان احط ايه المكرونة. وما تحطيش زيت لان المكرونة بشاميل ما بتحطلهاش زيت. عندي المية بتغلي وسقط المكرونة. طبعا هتقولي لي ان المفروض المكرونه بشاميل مكرونه قلم صح؟ انا بقى بقول لك ايه، عادي المتاح حاليا عندي اللي هو المكرونه العاديه، فانا قلت ايه احطها مش هتضر. من الوقت للتاني طبعا هقلبها لغايه ما ايه تبقى نص سوا، وبعد كده هصفيها.
انا سبتها اهي لحد ما بتبقي 3/4 سوا. بصوا هروح اصفيها وارجع لكم عشان نعمل البشاميل مع بعض. دلوقتي لما اجي اعمل البشاميل فانت عايزه تعرفي المقدار. انا هعمل بشويه زيت بس، ايه انت هتحطي سمنه او زيت. المهم ان لو حطيتي 7 معالق سمنه هتحطي معاها السمنه 7 معالق زيت. قصدي انا اسفه اتلخبطت تاني معلش. يعني انت مثلا لو حطيتي 7 معالق السمنه هتحطي 7 معالق ايه الدقيق. يعني الكلام يعني المقدار ده قصاد المقدار ده، وتفضلي بتقلبي كده لغاية ما الايه الدقيق ده يستوي. بصوا انا بيتركع على حاجة اهو بقلب على طول، واكون محضرة جنب اللبن. بقى ايه مصفرش كل ده لسه هو ابيض. اما حاجة دي ميبقاش نية، لازم يكون مستوي. احط بقى بالراحة كده اللبن واقلب، احط حبة تاني وأقلب. حبة حبة وأقلب ايه بسرعة كده. أنا عشان معلية ايه العين. حطي شويه بس، حطي عليها العين. وعندي هنا صوص الجبنه ممكن تستغني عنه، احطه عليه. هو المفروض ده الصوص الجبنه ده بيتعمل على ايه، على ربع لتر ميه وبتحط على النار. انا حطيته على البشاميل لان لما جربته في البشاميل كده يعني ايه لقيته جميل قوي. بصوا كده ايه خلصت اهو. هجيب بقى ايه المكرونه، انا هعمل كله على بعض بقى. انا ايه حطها ادي المكرونه هقلب معاها الايه البشاميل. بصوا هجيب بقى الصينية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هولع الأول الفرن عشان يسخن. هاخد بقى المكرونة اهي، بس هحط الباقي الأولاني اهو.
الرق الاولاني. طبعا الدهن القعر برضو. وممكن تقلبوا المكرونه مع اللحمه لو عايزه. تمام، هنزل بقى ايه باللحمه المفرومه في النص كده. بسم الله. لو فاض منك بقى حاجه ممكن تشيليها في الفريزر. في بيحطوا صلصة في النص برضو على عليها، وفي بيحطوا كمان يعملوا صلصة لإيه فوق الوش. بس اهو خلصتها اهي، لسه في جنب هنا مفهوش. هنزل ببقية الكمية بتاعت المكرونه بقى. انا مولعه الفرن. وممكن تخففي كمان البشاميل شويه، ممكن ايه البشاميل يبقى ايه اخف من كده شويه. نص كمان كده غطيت كله، فاضل حته هنا كمان اهو. انا جبت بقى بيضتين اهو، همسح بقى ايه كده يعني ايه بالبيت. انا ايديا نضيفه، بصوا عشان هتدي ايه لون حلو يعني. ادي ايه البيت. حلو كده. هنا شوية بيض، بيض غالي. هتتبهري في الاخر بشكل صينية. اديني بقى حطيت بقى فلفل وعندك زيتون. طبعا الزواق ده بالطريقة اللي يعجبك. انا بحط جبنة كمان رومي كانت عندي. انت ممكن تحطي اي نوع جبنه بتحبيه، شيدر، موزاريلا، ميكس، هيبقى جميل جدا. بص بقى الجمال حلوه قوي قوي قوي. في واحد جنبيه بيباع الطبق ب10 جنيه من الجبنه الرومي، فجبتها وخلاص. بص شكلها ايه، هحطها بقى في الفرن ديت اللون بتاعها الحلو اللي احنا عارفينه، وارجع لكم. تاني حاجه عايزه اقول لكم، لو انتي عايزه تخففي كمان البشاميل وتعمليه وتحطي كل وتفوتي شويه من حته تحطيها في الوش، ممكن تعملي كده. يعني البشاميل دي ليها كذا طريقه. هروح بقى احطها في الفرن وارجع لكم لما ايه تستوي. وهي اتحمرت في الفرن وبقت شكلها لذيذ ازاي. بعد كده نقطعها
والتقطيعه اللي ايه بتحبيها بقى. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكله جديده، وجبه جديده ان شاء الله مع فيديو جديد.